مشاهدينا في كل مكان، أهلا بكم من جديد إلى غرفة الأخبار. وفي ضيف الغرفة، إذن خرج ملايين الجزائريين في مسيرة ضخمة جابت مختلف ربوع الوطن نصرة للقضية الفلسطينية رفضا لمجازر العدوان الصهيوني في قطاع غزة. مسيرة شعبية شارك فيها الرجال والنساء مثل ما شارك فيها الأطفال، وحتى الشيوخ أبوا إلا أن يعبروا عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لقصف جبان من عدوان صهيوني لم يستثني لا الأخضر ولا اليابس، عدوان يضرب باللوائح الدولية والمواثيق عرض الحائط. وللحديث أكثر مشاهدينا حول هذا الموضوع، أسعد باستضافة الدكتور علي أبو هلال ممثل جبهة التحرير تحرير فلسطين. أهلا بك. الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أهلا بك دكتور، وشكرا على قبولك الدعوة. أهلا وسهلا فيك، والشكر موصول لكم على دوركم الريادي والمتقدم في تغطية العنوان الفلسطيني. أهلا بك دكتور. اليوم للأسف شديد رقعة المجازر اتسعت في قطاع غزة، نشوف أنه ربما أماكن العبادة اليوم أصبحت مستهدفة بقوة، نشوف قصف للمساجد. ليلة أمس شفنا للأسف شديد قصف لكنيسة كان يحتمي فيها الفلسطينيين. أول شيء صباح الخير لإليك، وصباح الخير لفضائية البلاد والعاملين فيها ولكل الشعب الجزائري. في البداية بتقدم باسم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بكل الفخر والاعتزاز للجزائر، للجماهير الجزائرية بكل مكوناتها اللي خرجت بالأمس في مسيرات حاشدة عبر كافة تراب الوطن الفلسطيني، عبرت عن الموقف الشعبي والرسمي الجزائري، وأكدت على نبض الشارع الجزائري بالوقوف دائما نصرة للشعب الفلسطيني ونصرة لقضية فلسطين. دولة الكيان الصهيوني منذ ما بعد العملية النوعية التي تمت في 7 أكتوبر لاحظنا وراقبنا ردة فعلها بعد الهزيمة الشنعاء اللي ألحقت في جيش الاحتلال عسكريا وأمنيا وحتى سياسيا، توجهت باتجاه النيل من قطاع غزة عبر مذابح شهدها العالم كله تحت رؤى ومسمع لكل المؤسسات الدولية ورؤى ومسمع لكل العالم. كانت في بداياتها تحت دعم وإسناد من الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية، ولكن لاحقا تحولت الولايات المتحدة الأمريكية من اليوم الثاني للعدوان إلى شريك بالعدوان من خلال الدعم العسكري المفتوح، الدعم السياسي المفتوح، حتى الدعم الإعلامي بتبني السردية الصهيونية. دولة الكيان الصهيوني منذ البداية سعت إلى تدمير قطاع غزة وحرقه بالكامل فوق رؤوس ساكنيه. استهدفت بيوت الآمنين المدنيين في بيوتهم، استهدفت مؤسسات مدنية ومؤسسات إنسانية مثل ما تفضلتي، استهدفت المساجد، استهدفت المستشفيات، استهدفت المدارس، استهدفت حتى مؤسسات لليون، استهدفت مؤسسات للصليب الأحمر، مؤسسات للحماية المدنية. أصابت الإسعافات بالشلل، ما يقرب من 23 سيارة إسعاف استهدفت خلال العدوان الصهيوني الهمجي على قطاعنا الحبيب، آلاف الشهداء، ما يقارب 4000 شهيد جلهم من الأطفال والنساء. هناك إحصائيات تتحدث عن ما يزيد عن 2600 شهيد ما بين طفل وامرأة. لاحظنا المذابح البشعة، استهدفت حتى النازحين، تحدثت باتجاه ترحيل السكان للمناطق الأكثر أمنا من الشمال إلى الجنوب، ولكننا لاحظنا وراقبنا، استهدفت قوافل النازحين، استهدفت حتى بالمناطق الجنوب والشمال، لم يبقى هناك أي مكان في قطاعنا الحبيب يعني غير مستهدف. وبالأمس كان استهداف لكنيسة، يعني أصبحت كل أماكن العبادة لجميع المواطنين مستهدفة. طيب دكتور، ربما الاستراتيجية التي ينتهجها الكيان الصهيوني اليوم أصبحت واضحة، هو أنه يتجه نحو قتل المدنيين من أجل الضغط على المقاومة العسكرية، نحو الضغط على المقاتلين الفلسطينيين. بالتأكيد هذه سياسة تنتهجها دولة الاحتلال الصهيوني على مدار السنوات الماضية كلها، الاصطفاف والالتفاف الشعبي الواسع والقوي حول مقاومته داخل القطاع، هذا يزعج دولة الاحتلال، هذا يربك دولة الاحتلال، لذلك هي تسعى إلى إيقاع الخسائر
الأكبر ما يمكن في صفوف المدنيين الفلسطينيين من أجل فض هذا الالتحام حول المقاومة. ولكن كل هيتنا لاحظنا أنه من الأيام الأولى للمقاومة ولغاية يومنا هذا جماهير شعبنا في القطاع صامدة تواجه كل ما يصيبها من مآسي ومن جراح، تهتف لمقاومتها، تلتف حول مقاومتها. حتى لما طرحت دولة الكيان الصهيوني عنوان الترحيل باتجاه سيناء جاء الرد الشعبي من داخل قطاع غزة، برغم القصف برغم الحصار برغم الدمار خرجت جماهير الشعب داخل قطاعنا الحبيب بالآلاف تهتف للمقاومة، تهتف بأنه لن يكون هناك أي هجرة لأي مكان، لن تتكرر نكبة 48، وإذا سوف يكون هناك هجرة فهي سوف تكون باتجاه فلسطين التاريخية باتجاه مناطق 48. يعني نشوفوا اليوم أنه ليست فقط قطاع غزة المستهدف وإنما حتى الضفة الغربية، هناك عديد من الصواريخ التي تتجه نحو الضفة الغربية، عدة ربما مدن أخرى فيها فلسطينيين مقيمون هناك، أين يوجد فلسطيني هناك قصف؟ بالتأكيد دولة الاحتلال الصهيوني تدرك جيدا مدى التماسك ومدى الترابط الفلسطيني سواء ما بين شعبنا في قطاع غزة في القدس في الضفة الغربية حتى في داخل الخط الأخضر مناطق 48. بالتأكيد تداعت الضفة الغربية من اليوم الأول للعدوان على قطاعنا الحبيب سواء بالتظاهرات أو سواء بالعمليات العسكرية. لاحظنا في هناك عمل كفاحي أصبح في مناطق القدس في نابلس في جنين في طول كرم. بالأمس دولة الاحتلال الصهيوني اقتحمت مخيم نور شمس في طول كرم، أوقعت 13 شهيد وعشرات الجرحى. الضفة الغربية بالتأكيد مستهدفة لأكثر من سبب، أولا الضفة الغربية على حدود تماس مباشر مع المستوطنات، ولاحظنا هجوم قطعان المستوطنين داخل مخيمات ومدن الضفة الغربية. فدولة الكيان الصهيوني تستهدف الفلسطيني في أي مكان، حتى إلى جنوب لبنان هي لاحقت الفلسطيني، ويمكن على مدار سنوات لاحظنا لاحقت قيادات فلسطينية حتى إلى تونس. فدولة الكيان الصهيوني تستهدف المواطن الفلسطيني وتريد انتزاعه من أرضه والقضاء عليه أينما كان. وهذه المجازر البشعة التي نشهدها يوميا خير مؤشر وخير دليل على ذلك، وهذا إذا عبر عن شيء يعبر فعلا عن أزمة وعن فشل وعن هزيمة هذا الكيان الصهيوني. أكيد ربما شفنا ليلة أمس الخميس شفنا مسيرات ضخمة جابت مختلف ربوع الوطن لمناصرة القضية الفلسطينية في الجزائر، شفنا لاحظنا أنه شباب أطفال نساء وخاصة ربما فئة كبار السن كانوا حاضرين بقوة، وذلك ربما جاء نابع عما عاشوه إبان الاستعمار الفرنسي، جاء نابعا هذه المسيرات جاءت نابعة عما عاشوه من ظلم إبان الاستعمار الفرنسي. نشوفوا اليوم الشيوخ كانوا بقوة في هذه المسيرات. في البداية بالتأكيد للاحتلال وللاستعمار وجه واحد دائما، أسلوب واحد بالتنكيل، أسلوب واحد بالقتل. الجزائر على مدار سنوات الاستعمار الفرنسي ونضالها عاشت الكثير من المذابح والاستهدافات بنفس الأسلوب وبنفس العقلية وبنفس المنطق، تدمير البيوت على سكانها، إبادة قرى كاملة، مذابح وإطلاق نار بالطرق وبالشوارع، مجازر ومذابح جماعية. هذا هو الأسلوب المحتل من أجل تحقيق انتصار واهم، هو يعتقد بأنه يستطيع أن ينتصر ولكن لن يستطيع الانتصار مهما استخدم من عنجهية. بالأمس لاحظنا تداعي المجتمع، وبالتأكيد تفاعلات هي من اليوم الأول للعدوان كانت تفاعلات الشارع الجزائري بكل مكوناته الرسمية والشعبية والإعلامية. لاحظنا وسائل الإعلام بشتى أنواعها كيف تتفاعلت مع العدوان الصهيوني الهمجي على قطاعنا الحبيب. الموقف الرسمي الجزائري كنا نرقبه وبنتابعه بشكل دائم ومتصاعد ومستمر ومتصل. الموقف الشعبي كنا بنرصده وبنتابعه، وبالأمس عبر عنه بكل قوى المجتمع المدني سواء أحزاب سياسية مؤسسات مجتمع مدني جماهير شعبية مثل ما تحدثت بكل الأعمار أطفال شيوخ نساء، الكل خرج إلى
الشارع ليعبر عن تضامنه وعن وقوفه خلف الشعب الفلسطيني وخلف حقوق الشعب الفلسطيني، وهذا موقف اعتزاز نعتز فيه بالتأكيد. مثل هكذا مسيرات ربما تعتبر ورقة ضغط مهمة للمجتمع الدولي، مثل هكذا مسيرات شعبية تندد بما يحدث في قطاع غزة من مجازر، ربما تعتبر ورقة ضغط مهمة جدا في مثل هكذا حالات. بالتأكيد هذا يعتبر رد سواء على الموقف الـ الـ